فعلا هتظل فاتن حمامه علامه مهمه جدا من علامات السينما المصريه والفن المصري بشكل عام، الوجه البريء والفن الهادف، يمكن هما العنوان دايما اللي بيتبادر لذهن كل واحد فينا لما نتكلم عن هذه الفنانه. عبر الهاتف معنا الكاتب الصحفي الاستاذ اشرف شرف، اللي اجرى سلسله من الحوارات وكان ليه لقاءات كتيره جدا مع الفنانه فاتن حمامه. اهلا بحضرتك يا فندم، وخلينا يعني نسالك في البدايه، علاقتك بسيده الشاشه العربيه بدات امتى وليه عجبتك في اول مكالمه هاتفيه بينكم؟ صباح الخير يا مصطفى، وصباح الخير يا جمانه. يعني ربنا يرحمها يا رب. هي يعني انا دايما بقول انها سيده الشاشه الاولى والاخيره الحقيقه. يعني هي سيده الشاشه العربيه الحقيقه، فيعني كان ليها مكانة خاصة جوايا وجوه كل المصريين والوطن العربي الحقيقة، لأنها يعني تستحق بجدارة طبعا لقب نجمة القرن الحقيقة. أول مرة نتكلم أنا كنت عملت الحوار الأول والأخير لابنها طارق عمر الشريف، كان لسه جاي من أوروبا وكان بيحاول يتحسس خطاب في مصر ويفتح سلسلة من المطاعم والحاجات كده، فقابلته بالصدفة في حي الزمالك، وبعدين عملت معاه حوار و اتصلت بيا، خدت رقمي من طارق واتصلت بيا في حوالي 2000 واواخر 2008 2009، وشكرتني على الامانه الصحفيه وكده وعزتني. فسبب العتاب انه في الموضوع الصحفي تم صوره يعني خدنا صوره بتاعت القبله الشهيره في فيلم نهر الحب بينه وبين عمر الشريف. ايوه. وقالت لي انه ما كانش ينفع انها تتاخد صوره زي دي، انا دلوقتي على ذمه راجل اخر، دكتور محمد عبد الوهاب. ايوه دكتور محمد عبد الوهاب ودي كانت القبله الوحيده اللي كان في فيلم صراع في الوادي، الوحيده اللي قبلت بيها صح كده قبل زواجها من عمر الشريف. عمر الشريف والقبله دي يعني حاولت ابرر ان انا انه وقتها كانت احدى القنوات الفضائيه السينمائيه الشهيره بتعمل كليبات على افلامنا وان الفيلم ده بيتعرض كتير جدا. ايوه. يعني حاولت، قالت لي لا 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 ما تسيب، يعني لازم انت لما تكبر شويه، وقعدت بدور حسيت انه فعلا ابله حكمه بتديني درس ازاي انا صغير في التقاليد يعني الشرقيه وفي ازاي وبتاع، وان انا دلوقتي خلاص وكده، وما كانش المفروض تتاخد الصوره دي. فقلت لها دي مش مسؤوليتي انا الشخصيه، ده اخراج فني للحوار وكده. ومن بعدها ابتدت تتوالى بين الاتصالات والمكالمات، وشرفت الحقيقه انه يبقى في السي الشخصي والصحفي بتاعي سلسله طويله جدا من الحوارات، وكانت من الحوارات اللي انا بعتز بيها الحوار بعد حصولها على الدكتوراه الفخريه من الجامعه الامريكيه بيروت، بعد حصولها طبعا بسنوات من على نفس الشهاده من الجامعه الامريكيه بالقاهره، وكمان الحوار الالطف ان هو نص قالت لي نص الحوار اللي دارها وبين سياده المشير عبد الفتاح السيسي وقت الحمله الانتخابيه، وقت لما يعني هو بيحب الفن والفنانين، وقت لما شافها نزل وسلم عليها مخصوص، قالت لي ان انا كنت حاسه ان انا في بيتنا ومعزومه على فنجان قهوه في بيت السيد الرئيس يعني. ويعني حوارات كتيره جدا، وكانت دايما كنت باخد ارائها في بتشوف ايه وبتتابع ايه، ويعني وهي لم تغب لحظه عن الفن، رغم انه قعدت حوالي 15 سنه من سنه 2000 اللي هو اخر عملها راجل قمر لحد 2015 وقت رحيلها، الا انها كانت بتشوف كل حاجه تقريبا كل الاعمال المصريه والعربيه بتشوفها وبتتابع وبتكلم الناس. يعني لو مش معاها تليفون حد من المخرجين او الممثلين، طبعا يعني نيلي كريم كانت واحده من المقربات جدا منها، ودايما كانت بتشوف لها يعني شكرتها على سجن النساء وشكرتها على ذات، يعني في حاجات كتيره جدا فاتن حمامه كانت. طيب استاذ اشرف، يعني طبعا بعد التحيه الحقيقه انا عارفه ان كان في يعني عندك حوارات كتير جدا واجريت حوارات كتير جدا مع سيده الشاشه طبعا فنانه فاتن حمامه، أعمالها والشخصية اللي كانت بتطل بيها على كل معجبينها وكل الشعب المصري في الأفلام لا غبار عليها وكلنا حافظينها، لكن الشخصية اللي كانت بتبقى معاك في هذه الحوارات الصحفية عاملة إزاي؟ يعني هل كانت مختلفة؟ هل كانت هادئة؟ هل كانت يعني احكي لنا إيه اللي كان بيحصل في الكواليس؟
الكواليس انه هي يعني، بس هي ست هاديه وشيك قوي وبتتعامل كانها انا حابه. كنت دايما وانا بتكلم معاها بحس انه قدامي بيقفز لذهني طول الوقت فكره الابله حكمت، اللي هي الاستاذه الهاديه اللي بتعلمت من غير مواعظ ومن غير يعني كده، اللي هو الاسلوب الراقي لواحده ست عاشت راقيه جدا الحقيقه. يعني اعتقد ما فيش اختلاف بينها وبين بين يعني الشخصيات، التحولات الكثيره جدا عملتها. يمكن انا وانا برصد مشوارها لقيت انها اكثر واحده عملت تحولات في افلامها في ونقلات كبيره جدا في مشوارها الفني. طبعا يعني. طبعا ايوه. طيب استاذ اشرف، يعني لما بنبص للفن دلوقتي وبنبص للفن زمان، دايما بنقول زمن الفن الجميل، والفنانة فاتن حمامة في الحقيقة بتشتهر بس مش بالوجه البريء زي ما قلنا، بالفن الهادف أيضا، ويمكن ده اللي خلاها تتواجد في قائمة 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية برصيد 4 أفلام، واعتقد ان ده رقم كبير من وسط ده. تسعة يا صححي. طيب يعني اللي يخلي فنانة واحدة تحصل يعني على عشر ما ممكن نقول حصاد السينما المصريه، برايك ليه؟ يعني انا بكلمك انا كناقد فني. اعتقد انه هي كانت من هي متاسسه صح، يعني هي اول دفعه في معهد التمثيل في معهد السينما، الدفعه اللي كانت طبعا فيها يعني الملك فريد شوقي وغيره، هي كانت الاصغر سنا، وهي كانت عندها جراه في الفن كمان، جراه في الاختيارات. يعني القضيه الفلسطينيه تلاقيها حاضره في افلام، في فيلمها مثلا عن ارض السلام، في مصر هتلاقي مثلا الحرام بتتكلم عن عمال التراحيل، في افواه الاوران بتتكلم عن الزياده السكانيه. ليها بصمه يعني. ايوه ليها ليها ليها, ليها تحولات كثيره جدا فنيه، ما فيش فنانه في جيلها قدرت تعمل كل النقلات الفنيه دي، الفلاحه اللي بتنتقم في دعاء الكروان، حاجات كتيره جدا، يعني هي ادوار كتيره جدا. فكره الهويه والحلم الامريكي والوهم الامريكي في ارض الاحلام اللي هو اخر افلامها كانت 93، كتير يعني. هتقول ايه ولا ايه؟ ادوار وعلامات كتيره جدا في مشوارها الحقيقه. طبعا احنا بنشكر